تفضل يا صاحب الشرطة، ما كل هذه الأوراق؟ التحريات السرية. المهم، هل وصلت إلى نتيجة؟ ستندهش. إنه غندور. غندور؟ كبير الطهاة في قصر الخليفة؟ تصور يا حضرة القاضي، غندور. افتراض عجيب، لكنه جائز على كل حال. راقبه إذا أردت. هذا ما أنوي عمله، وأرجو منك المعاونة. بكل تأكيد، ماذا تريد مني على وجه التحديد؟ خيرا يا مولاتي الأميرة، أبلغوني أن لك ملاحظات على طهوي. ليست ملاحظات يا سيد غندور، فقط أردت أن أتعلم منك بعض الوصفات الخاصة. هذا شرف كبير لي، ولكن أليس في هذا تعب شديد على مولاتي الأميرة؟ ليس في الأمر أي تعب، إن الطهي هواية جميلة، وهو في رأيي ضرورة لكل سيدة حتى ولو كانت أميرة. في هذه الحالة أنا رهن إشارتك. هل يمكن لصديقة بهار أن تحضر معي دروس الطهي؟ كل شيء ممكن يا سيدتي، ما دامت هذه رغبتكم السامية. شكرا لك يا سيد غندور. العفو يا مولاتي، أنا الذي ينبغي عليه الشكر لأنك أوليتني هذا الشرف. متى نبدأ الدرس؟ الوقت الذي يناسب مولاتي. هل تأذنين لي بالانصراف؟ تفضل، موعدنا غدا. أبي، نفذت ما أمرتني به مع الطاهي غندور. عظيم، وهل بدأ عليه نفور من الفكرة أو رفض لها؟ في البداية كان مترددا، ثم وافق مرحبا، ولم أستطع أن أعرف ماذا يدور في عقله. هذه على كل حال مهمة صاحب الشرطة، ما علينا إلا أن نعينه قدر طاقتنا. الأطفال ينتظرون بفارغ الصبر قصة سلمان الفارسي، وبصراحة أنا أيضاً. حسناً، نادي عليهم. صفي الدين، صفاء، هيا اقتربا. أخيراً أتيت لنا يا جدي. اليوم ستكمل لنا قصة سلمان حتى نهايتها إن شاء الله. أين توقفنا في القصة؟ عندما أبلغه العابد في عمورية أن يذهب إلى الجزيرة العربية ويبحث عن نبي يبعث في ذلك الزمن، وأعطاه 3 علامات تدله على معرفة حقيقة النبي. أنتما تتذكران كل شيء. حسناً، سأكمل لكما ما جرى. قرر سلمان أن يسافر فوراً إلى جزيرة العرب، وكان قد عمل في عمورية فترة من الزمن، وربح مالاً واشترى به بعض الماشية والأغنام. أرجوك أيها التاجر الربيع، أريد أن أسافر إلى جزيرة العرب. هل هذه الأغنام والماشية ملكك؟ نعم، هي ملكي، خذ ما شئت منها وكن دليلي في الطريق. الطريق طويل وشاق، وسيكلفك الكثير من النفقات. هذا كل ما أملك. هي تكفي كأجر للسفر، متى تريد الرحيل؟ الآن لو شئت. إذن هيا بنا. سأهلك من الظمأ يا سيد ربيع، ألا يوجد لديك جرعة من ماء؟ هناك بئر قريبة، نقف عندها نشرب ونرتاح ونملأ قرب الماء. هل الأرض التي يحفوها النخيل بعيدة عن هنا؟ بل هي قريبة جدا، ها هي البئر. تبدو مهجورة يا سيد ربيع. بل هي ممتلئة بالماء العذب، تعال وانظر بنفسك، سأربط الدلو بحجر، هيا ساعدني. أين الماء الذي تتحدث عنه؟ خذ أيها الأحمق. رأسي. لماذا؟ لماذا يا سيد ربيع؟ أنت غبي يا سلمان، تترك أرضا طيبة وافرة الثمار والخيرات لتعيش في الصحراء وتدفع في الرحلة كل ما تملك. إن الأغبياء
لا يستحقون إلا أن يكونوا عبيداً. لا أفهم، ماذا تقصد؟ آه، سأبيعك في سوق العبيد لمن يدفع أكثر. كان عنيداً مشاكساً في البداية، لكنه الآن كالحمل الوديع. صدقني يا سيد شمعون، لن أدفع فيه أكثر من 10 دراهم. اجعلها 15 حتى أبارك لك. قلت 10 ولن أزيد عنها. بهذا السعر أكون خاسراً. لا تكثر من الجدال، إني عائد إلى أرض يثرب بعد قليل. هل أخذه معي أم أمضي؟ حسناً، أين الدراهم؟ خذ، اتبعني أيها العبد. ما اسمك؟ رد على سيدك الجديد وإلا ألهبت ظهرك. اسمي سلمان يا سيدي. احمل متاعي يا سلمان وسر خلفي. أسرع أيها العبد، يجب أن تنتهي من تقليم النخل كله اليوم. أمرك يا سيدي. من؟ ابن عمي برسوم. يا لها من مفاجأة. إني شديد الحزن والغم يا شمعون. قدم لي شيئا من التمر أولا. وهل يأكل الحزين المغموم؟ خذ هذا الماء. ما بك يا ابن عمي؟ أقلقتني. زعماء الأوس والخزرج مجتمعون الآن في أرض قباء، يتآمرون على رجل قدم اليوم من مكة ويزعم أنه نبي. ماذا تقول؟ أعد علي الخبر أرجوك. ما دخلك أنت بحديث السادة؟ عد إلى عملك أيها العبد. تفضل يا سلمان، المزيد من التمر. شكرا لك يا سيدي أبا الدرداء. لست سيدا لأحد يا سلمان، في الإسلام نتساوى جميعاً أمام الله الواحد الأحد. أعرف هذا عن دينكم. أمرك يحيرني يا سلمان، هل لي في سؤال؟ تفضل. أنت رجل طيب مهذب، لا تشرب الخمر ولا ترتكب الفواحش، فما الذي يمنعك عن الإسلام؟ أريد أن أتأكد أولاً من أن محمداً هو نبي الله ورسوله. وهل رأيت أفضل منه خلقاً وعملاً؟ لا والله، لم أرى في حياتي من هو أفضل منه. ماذا تنتظر إذن؟ أريد أن أؤمن بعقلي وأن أتأكد بالحجة. وكيف ذلك؟ أعرف أن النبي يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقة. ذهبت إليه أول مرة ومعي تمر، وقلت إنه صدقة، فقدمه لأصحابه ورفض أن يأكل منه. إذن أصبح لديك أمارة على نبوته. انتظر يا أبا الدرداء. ذهبت إليه في المرة الثانية وقدمت له التمر وقلت إنه هدية، فأكل منه. وهل بعد هذا دليل؟ معك أمارتان على نبوته، ألم تتأكد بعد؟ لن أتأكد حتى أرى خاتم النبوة في ظهره بين كتفيه. وذات يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع جنازة لأحد أصحابه إلى البقيع. لابد أن أسير خلف محمد لعل الشال يسقط عنه، فأنظر إلى ظهري. وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بفطنته سبب وقوف سلمان خلفه، فألقى شاله عن ظهره. إنها العلامة الثالثة، خاتم النبوة صلى الله عليك يا نبي الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك يا محمد رسول الله. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما خبرك؟ سأحكي لك قصتي كلها يا رسول الله.
هل سمعت الأخبار؟ ماذا جرى يا برسوم؟ لقد خرج عبدك سلمان عن طاعتك واتبع محمداً. سأكوي جسده بالنار حتى يكفر بهذا الدين، وإن رفض سأقتله. وتضيع على نفسك ثروة كبيرة. أين هي الثروة؟ الثروة هي سلمان. لا أفهم شيئاً، سلمان هذا لا يساوي درهماً في نظرك ونظري، ولكن محمد وأتباعه يشترون من يؤمن بدينهم ويساعدون بعضهم البعض بكل ما يملكون. إذن كم أطلب ثمناً له؟ 300 نخلة. هذا تعجيز. بل أطلب أيضاً 40 أوقية من الذهب الخالص. ها؟ أرح بالك يا أخي سلمان، لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعينك. لك مني يا سلمان 20 نخلة صغيرة تغرسها في الأرض، ولك مني 15، هذا كل ما أستطيع. وعشر مني يا سلمان. ومني 5 إن شاء الله. ومني 20 نخلة. ووعده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغرس له بذور النخل بيده الكريمة، وأعطاه قطعة من الذهب وقال خذها فأدي بها ما عليك. هذه قطعة ذهب في حجم بيضة الدجاجة، فكيف تزن 40 أوقية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. أرأيت يا سلمان، قطعة الذهب وزنت 40 أوقية. لولا أني رأيت هذا بنفسي لما صدقته. ونجحنا في أن نجمع لك بذور 300 نخلة. نعم، حفرت لها الأرض ووضعها سيدي رسول الله بيده الكريمة، فما ماتت منها نخلة واحدة. الآن أصبحت حراً كريماً يا سلمان، واهتديت إلى نور الله. فلماذا تبدو حزيناً مهموماً يا أخي؟ إني أخاف على رفاقي الذين كانوا يعبدون الله معي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأشفق عليهم من النار. اخفضوا أصواتكم يا إخوتي، إن رسول الله يقترب. وأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بنزول قرآن من السماء يطمئن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. قطعة ذهب صغيرة كيف تزن 40 أوقية؟ معجزة من الله يا بني. أراد الله أن يكافئ المؤمنين الذين تعاونوا في شراء النخل ويبارك لهم. أليس سلمان الفارسي هو الذي اقترح حفر الخندق في غزوة الخندق؟ نعم هو، وكانت أول مرة في تاريخ العرب يجد الكفار خندقاً محفوراً بينهم وبين المؤمنين، وهي حيلة فارسية الأصل. وماذا جرى له بعد أن أسلم يا جدي؟ صار من أبر الناس وأعلمهم بالدين وأكثرهم تواضعاً لله وللمؤمنين. هل من دليل على هذا التواضع؟ كان سلمان الفارسي أميراً على مدينة المدائن في العراق في عصر سيدنا عمر بن الخطاب. ثم ماذا يا جدي؟ مر به رجل من الشام فرآه في ملابس فقيرة، قال له احمل متاعي واتبعني. وطوال الطريق الناس تقول لسلمان السلام عليك يا أمير. تعجب الشامي واعتذر قائلا لم أعرفك يا أمير، سامحني ودعني أحمل متاعي. فقال لا والله سأحمله عنك حتى أوصلك إلى دارك. هكذا كان الأمراء في صدر الإسلام.